وسهلا بكم في مختبر الطاقة المتجددة في الجامعة الألمانية، مختبر الشبكات الذكية أو ما يسمى بالسمارت جريد. هذا المختبر يحتوي الآن على جهاز يمكنك باستخدامه محاكاة شبكة كهربائية مكونة من مجموعة من مصادر الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا حديثة، بإمكانك من خلالها أن تحاكي الواقع وأن تحصل على نتائج فعلية تشابه الواقع. هذا الجهاز يحتوي على مجموعة مما يسمى بالإميوليترز التي تحاكي في أدائها الأنظمة الشمسية، أنظمة طاقة الرياح، أنظمة تخزين الطاقة لندرس أثرها على الشبكة الكهربائية.